طيب ليش، طيب احنا ما نبلش بجافا؟ ليش سي بلس بلس؟ انا برجع بحكي لكم، انا مش عنصري ضد اي لغات، انا بحب الجافا وبحب سي بلس بلس، بحب كل لغات البرمجه اللي في الدنيا، لانها هي ادوات بتساعدني احقق اللي انا بدي اياه. تمام، هلا اذا بلشت تتعلم جافا مش كثير غلط ترى يعني، لكن انا بفضل نبلش نتعلم بسي بلس بلس. هلا راح احكي لكم ليش، لسبب منطقي فقط. تمام، هلا زي ما حكينا، لغة السي بلس بلس نحن نحترم جميع اللغات، مؤمنين في جميع اللغات، فلغة جافا لغة رائعة، ولا يوجد عليها أي غبار، وما في لغة مش لغة رائعة زي ما حكينا بالمحاضرات الماضية. تمام، بس أنا دائما بنصحكم تبلشوا بسي بلس بلس، بفضل نبلش بسي بلس بلس. ليش؟ لأنه لغة سي بلس بلس بتدعم نوعين من انواع البرمجه، البرمجه الهيكليه اللي هي بروسيجرال بروجرامينج والاوبجكت اورينتد بروجرامينج. احنا حكينا الاوبجكت اورينتد بروجرامينج هي مهمه جدا ولازم تتعلمها، لكن مش هي كل انواع البرمجه، في شيء اسمه بروسيجرال بروجرامينج، برمجه هيكليه، عشان انت كمبرمج تسيطر على جميع انواع البرمجه اللي في العالم، وعشان تكون قادر انك تتعلم اي لغه في العالم بثلاث ايام بدك تكون عارف شو يعني بروسيجرال لانجوج، وعارف شو يعني اوبجكت اورينتد لانجوج، ومتدرب على هاي ومتدرب على هاي. تمام، جافا ما بتعطيك بروسيجرال بروجرامينج، بتعطيك اوبجكت اورينتد بروجرامينج. تمام، وانا ضد انه انت كمتعلم برمجه جديد تبلش في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، كلاس واوبجكت ومش عارف، مش حتستوعبها، مش حتستوعب الموضوع، يعني حيكون ضعيف بالنسبة لإلك. انت لازم تبلش في بروسيجرال بروجرامينج، تتعلم شو يعني بروسيجرال بروجرامينج، فانكشنز وبروسيجرز وكولز ومش عارف ايش، كله هذا راح نتطرق لإله، تحل لك 500 سؤال عليها، ترسخت مفاهيم البروسيجرال بروجرامينج عندها، بعدين ترتقي وتتعلم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. اما من دي 1 بدك تجبرني اتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامينج، ساعتها بشوف انه البرمجة صعبة. يا جماعة البرمجة والله العظيم ولا اسهل منها اذا بتتعلمها بالاسلوب اللي انا بحكي لك عليه. مساكين الناس بروح بتعلم جافا، بدخل في مواضيع الاوبجكت اورينتد، مواضيع متقدمة صعبة عليك كبداية، صعبة عليك، ما هي كبداية، بس انت لو بلشت في بروسيجرال وتدرجت للاوبجكت اورينتد راح تشوف الموضوع سلس و مش صعب يعني. تمام، ف سي بلس بلس انا بنصح انه نبلش فيها دائما. شكرا كثير لكم للمتابعه، واذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس امرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم عشان تعم الفائده للجميع. واخيرا وليس اخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمه. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.